تصريح كارثي للمدير الفني للنصر يحمل كريستيانو مسؤولية الهزيمة أمام الاتحاد. حمل المدير الفني للنصر المسؤولية لكريستيانو رونالدو في الهزيمة أمام الاتحاد في تصريح أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فلم يعجل المدير الفني للنصر من تحميل البرتغالي كريستيانو رونالدو مسؤولية سقوط فريقه أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد ليودع بطولة كأس السوبر السعودي، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط أن الفرصة التي أهدرها رونالدو في شوط المباراة الأول هي السبب في تغيير مجريات اللقاء لصالح المنافس. الفرصة التي أتيحت للدوم في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول إذا استقبل عرضية من جهة اليمنى ارتقى لها عاليا وضربها برأسه، لكن حارس الاتحاد تصدى لها، وعقب هذا الإهدار بثواني قليلة أضاف مهاجم الاتحاد الهدف الثاني. وكان أثارت هذه التصريحات جدل كبير في انتظار ما سيحدث في الأيام المقبلة. أخيرا لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصل لكم جديد فيديوهاتنا.